الحصاد السياسي على الساحة الفلسطينية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلان يوم الأربعاء جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار استهدف مجموعة من المقاومين شرق مدينة غزة. بحث الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء الجمعة الخطوط العريضة لاتفاق إطار ضمن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وما سيتضمنه من مواقف بشأن قضايا الصراع النهائية حسب ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع. هذا والتقى كيري بالرئيس عباس مجددا في رام الله ضمن زيارته العاشرة للمنطقة في محاولة جديدة لدفع محادثات السلام. قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية يوفال شتاينتس إن حكومته ترفض خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن الأغوار، معتبراً أن كل الذين يقترحون حلاً يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيين فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئاً في الشرق الأوسط على حد تعبيره. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن عضو الكنيسة من حزب الليكود ميري ريغف رئيسة لجنة الداخلية في الكنيسة تعتزم تقديم مشروع اقتراح أمام لجنة الدستور والقضاء يقضي بمنع رئيس الحكومة في إسرائيل من إجراء أي مفاوضات حول قضيتي القدس واللاجئين إلا بموافقة الكنيسة. قرر صندوق التقاعد الأكبر في هولندا سحب جميع استثماراته في البنوك الإسرائيلية الخمسة بسبب وجود فروع لهذه البنوك في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وقيام هذه البنوك بتمويل أعمال البناء في المستوطنات. نهاية الحصاد، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.